بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم جمعية حركة الوفياء العرش للدفاع عن حقوق النساء والتنمية والمستدامة تعلن على تجديد مكتبها بحضور الإخوان، بحضور المنخرطين، بحضور السلطة، بحضور الإعلاميين. لننقلهم إلى جمعية حركة الوفياء العرش. نحن يعني لسنا وحدنا في الساحة، ولكن ممكن نقدروا أن الجمعية تميزت بعض الأنشطة ديالها والتزام بالقانون الأساسي والقانون الداخلي. التزموا الطبقات على جميع الحدائق ديالها بأنشطتها الوطنية الثقافية الفنية، ودائما تدعي إلى التربية على المواطنة. وكذلك عندهم واحد الحرص على احترام السلطة وعدم التدخل في التخصصات. وكانت من ضمن الأنشطة الوطنية ديالها أول مبادرة وهي التربية الدفية ديال الكوفيد. كانت قامت واحد مجهودات جبارة، حملات تحسيسية بكل مكتبها التنفيذي، مجهزة بكل الإعدادات. كانت واحد وطنية الحمد لله توفقنا بها. بمناسبة الأنشطة اللي قمنا بها مما هي فنية، فكان يحصل لها الشرف هو أنها انضمت واحد اللقاء ثقافي بوزارة الشباب والرياضة، وكان في الحضور ديالها مسؤولين على مستوى رفيع من الطبقة الفنية والطبقة القضائية. ومن بعدها جاء النشاط وحد النشاط الوطني اللي كنا الحمد لله مميزين سابقين بدعم من السلطة وبإخبار من السلطة، هو أننا توجهنا إلى بوابة الجلالات. بوابة الجلالات اللي كان ساعتها صاحب الجلالة يحس كل الحس على الوحدة الترابية، الحس كل الحس على فتح الآفاق نحو بوابة الخارجية، الحس كل الحس بالالتزام بالتربية على الوطن. وكانت من ضمن أنشطتها اللي تميزت فيها التي تحاول دير الوصل ما بين مواطن وسلطة في إطار الحصول إلى المعلومة. يكون الإنسان متوسط عنده شي مستوى ثقافي ولا ضعيف، لأنه ما كيعرفش ينجح الإدارة في إطار وسطها. فقلنا الحمد لله بدون تدخل أو بدون تدخل في تخصصات واحد المجلس كنسبب الإجراءات الإدارية. من بعد جاء أهم نشاط اللي داتو في إطار مع وزارة الصحة، واحد الشراكة اللي انضمت واحد القوافل الطبية اللي لقات واحد النجاح لخدمة المناطق القروية والطبقة العشاء. وكنا مميزين الحمد لله فيها على صعيد ركن بشهادة السلطة، اللي على جهة الغرب في دار العسكري على العاصمة نفسها بمؤسسة اليوسفية بشراكة مع سعادة العمدة اسمها غلالو، حتى هي وشركة على القافلة وبعض التقاطيرة وبعض الأطفال. والحمد لله توفقنا أنشطة فاليوم بنعلن جديد المكتب التنفيذي اللي بغى ينضم لنا. مرحبا، ماشي حتى شي مشكل، لأن القانون الأساسي اللي عندنا صالح هو احترام السلطة، التربية، المواطنة، واللي قاد على شي حاجة في إطار الأنشطة يديرها مرحبا. ما عندناش ديك العنصرية أو ديك الميزة العنصرية أو ديك التمييز، أنا رئيس، هذا كاتب عام، هذا لا. اللي قاد على شي حاجة في خدمة الوطن مرحبا بي. وتحية للإخوان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم شكور عبد المال، الكاتب العام لحركة الوفياء العرش للدفاع عن حقوق النساء والتنمية المستدامة. اليوم كان عندنا هذا اللقاء باش غادي نجددو ان شاء الله بعون الله العزة ديالنا، وكما شرحكم الرئيس درنا أنشطة في عدة مدن، درنا قوافل طبية، خدمنا بزاف في أيام ديال كوفيد 19، ودرنا أنشطة وكنا كنديرو التوعية. الحاج بزيد ولدي السجيدة، كنشكرو شركة الإعلام اللي يعني عندكم على هذا
هذا الاجتماع وكذلك الصوت اللي احنا اليوم، وكنا نشكر جميع الحضور. تتبيع بين الأمسيسي في هذا الحركة وفي العرش اللي كان يكون إنسان وكامل استدامة، ودابا إن شاء الله يمر الكتاب الجديد، وكما يعلم الجميع وخصوصا ساكن الأسر الشديدة، احنا كنا بنعمل شي حملات في ساجدة في أيام كورونا وكوفيد، وكما يعلم الجميع احنا ضمينا المكتب التنفيذي، وكنشكروا السي سعيد شكور على المجهودات الجبارة اللي كيديرها من أجل هذه الحركة، وسعيد شكور وكنشكروا جميع الحضور. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.